ثم يبين ويسن خطوبة له. هذا بدأ المصنف من بيان بعض سنن النكاح. فإذا أولا ذكر ماذا يسن لكل سنة نظر كل الآخر غير عورة هكذا سنة. ثم بعده سنة أخرى ما هو؟ هذا خطوبة ويسن خطوبة له أي لنكاح. خطوبة بضم الخاء. لماذا ذكر بضم الخاء؟ احترازا عن الخطوبة بكسر الخاء. خطوبة أمر وخطوبة أمر. خطوبة يعني طلب يعني تقديم طلب للنكاح. أواني أنا تقديم طلب هذا هو الخطبة. أما خطبة هو كلام مفتتح بحمد ومختتم بدعاء ووعظ. الخطبة مقصوده هو وعظ يفتتح بما بحمد يختتم بدعاء وهذا هو الخطبة له أي للنكاح. من يخطب من الولي سنة خطبة من الولي. الولي ليس بقيد بل إما نائبه أو يعني الزوج أو نائبه أو أجنبي أيا كان أيا كان تؤدى هذه السنة. ثم الذي هو العقد النكاح له معاني. فإذا هذا هنا يراد بالنكاح العقد يعني عقد النكاح له خطبة سنة بأن تكون قبل إيجابه. فإذا بين وقت الخطبة متى يكون وقت الخطبة للنكاح بأن تكون خطبة قبل إيجابه إيجاب الولي فلا تندب أخرى من الخاطب قبل قبوله. وإذا أولا خطب خطبة ثم بعد ذلك أوجب الولي بالنكاح قام بإيجاب النكاح بعد ذلك لأجل القبول هل يسن خطبة أخرى؟ لا يسن من الخاطب قبل قبوله كما صححه في المنهج بل يستحب تركها. الخطبة الثانية يعني قبل القبول بعد الإجابة لا يسن خطبة بل يسن يستحب ترك هذه الخطبة. لماذا؟ خلافا خروجا من خلاف من نبطل بها. بعض العلماء قالوا وبهذه الخطبة بين الإجابة والقبول يبطل النكاح. فإذا خروجا من هذا الخلاف يسن ترك هذه الخطبة كما سبق به شيخنا وشيخه زكريا رحمه الله تعالى. لكن الذي في الروضة واصلها ندبها. وتسن خطبة أيضا قبل الخطبة والذي سبق يعني قبل النكاح كذلك قبل الخطبة يسن خطبة. فإذا الخاطب يحمد الله تعالى ثم بعد ذلك يوصي بتقوى الله ثم يدعو يختتم ثم يبدأ يعني أنا جئت خاطبا بنتكم أو موليتكم هكذا يذكر هذا الخاطب يعني ما هو أو يعني هذا الوكيل أو الدلال هكذا كما سيأتي تصريحه في كتابنا قبل الخطبة وكذا قبل الإجابة. بالنسبة إلى الخطبة هناك يسمى خطبتان خطبة قبل الخطبة وخطبة قبل إجابة الخطبة. الخطبة من الولي من الزوج أو من جانبه وكيله أو أبيه هكذا. الإجابة من ولي المرأة يسن لهما الخطبة. إذا هناك الخطبتان الخطبة. أما في النكاح خطبة واحدة فيبدأ كل بالحمد من الزوج أو وليه نائبه كذلك الولي أو نائبه الولي يجيب كل بالحمد والثناء على الله تعالى ثم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم يوصي بالتقوى ثم يقول في خطبة الخطبة جئتكم راغبا في كريمتكم أو فتاتكم هكذا. هذا متى؟ لو كان الزوج هو الذي يخطبنا هو الذي أراد أن يقدم الطلب في نكاح هذه الفتاة هو يقول لو كان وكيلا منه هو يقول يعني صيغة أخرى هذا الذي يقول وإن كان وكيلا قال وإن كان وكيلا للزوج قال جاءكم موكلي جاءكم موكلي من فإذا لم يجي هو الموكل ما جاء بل جاء خبر الموكل. فإذا يقول جاءكم موكل يعني جاءكم أخبار موكل هذا معنى. أو يقول جئتكم عنه خاطبا كريمتكم جاءكم موكلي خاطبا كريمتكم
أو يقول ديتكم عن موكلي فلان، خاطبا كلمتكم. ثم بعد ذلك إما يجيب الولي، عندئذ هو يخطب، فيخطب الولي ونائبه كذلك. كذلك يعني الحمد ثم الصلاة، ثم بعد ذلك ليس الخطبة بل إجابة الخطبة، كيف يكون هذا؟ ثم يقول كذلك معناه يعني حمد صلاة، ثم يقول لست مرغوب بمرغوب منك، لست بمرغوب يعني لست مردودا ولا متروكا. هو أراد الجواب، لأجل ذلك بدأ بالخطبة ويجيبه. إذا هذا مثال لست بمرغوب منك. ويستحب أن يقول قبل العقد السلام، ثم بعد ذلك هو يتم. ثم سنة أخرى للنكاح، هذا ويستحب أن يقول قبل العقد أزوجك على ما أمر الله به عز وجل من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، ثم بعد ذلك يقول زوجتك موليتي أو يعني بنتي أو أختي، هكذا هو يقول قبله يقول فروع. يحرم التصريح بخطبة المرتدة من غيره رجعية كانت أو بعينا بطلاق أو غصب أو موت. يحرم التصريح بخطبة المرتدة، هذا حرام. لماذا يحرم؟ ممكن هي ترغب في هذا الخاطب، لو صرح بالخطبة ممكن هي ترغب، لو رغبت ممكن هي تكذب بانقضاء العدة وهكذا. فهذا بالنسبة إلى المرتدة بالشهور ليس بلازم بل على حكمة فقط، لذلك الحكمة لا تطرد في جميع الحالات. نعم. من غيره، هذه مرتدة من غير هذا الرجل، لو كان منه فليجوز، أما المرتدة منه فيحل له التصريح والتعليل إن حل لكم نكاحها وإلا فلا. ممكن هذه المرأة هي مرتدة منه بطلاق ثلاث، فلا يجوز له النكاح إلا بعد التحليل، فلا يجوز هذا التصريح بالخطبة. نعم. ذكر المصنف يعني التصريح بخطبة، أما التعليل يجوز كما سيأتي. نعم. بخطبة المرتدة من غيره، ثم مرتدة إما تكون رجعية، رجعية كانت أو باينة، ثم باين بطلاق أو غصب أو موت بأي سبب. ثم ويجوز التعريض بها، تعريض بالخطبة في عدة غير رجعية، أما في عدة رجعية لا يجوز التعريض. وهو هذا التعريض مثاله ماذا؟ كأنت جميلة، هكذا هو يقول، رجل يقول لهذه المرأة أنت جميلة، أو رب راغب فيك، هكذا يعرض. ولا يحل خطبة المطلقة منه ثلاثا. فإذا ما معنى قوله أنت جميلة رب راغب فيك؟ معناه مراده أنا أريد أن أتزوج، أتزوجك. فإذا هي ترغب ثم بعد ذلك تجيب بعد انقضاء عدتها وتتم الأمور. ولا يحل خطبة المطلقة منه ثلاثا، أما مطلقة منه غير ثلاثة يجوز، ثلاثة حتى تتحلل وتنقضي عدة المحلل إن طلق رجعيا. ممكن هذا المحلل طلقها طلاقا رجعيا، فبعد انقضاء عدة المحلل يجوز الخطبة، وإلا لا يجوز الخطبة، وإلا جاز التعريض بعدة المحلل. لو لم يكن الطلاق رجعيا بل الطلاق باي يجوز التعريض في عدة المحلل. ثم ويحرم على عالم بخطبة الغير والإجابة له خطبة على خطبة من جازت خطبته وإن كرهت. نعم. هذا مسألة أخرى، والذي سبق يعني من أفراد حرمة الخطبة، وهذا أيضا من جملة هذه الأفراد. نعم. هنا أيضا يحرم الخطبة، لكن هذا بسبب آخر، والذي سبق بسبب آخر، وهنا خطبة على خطبة، هذا هو الحرام. هذا الذي يقول ويحرم على عالم ويعلم بأي شيء بخطبة الغيب والإجابة له، يعني هذه المرأة هي مخطوبة من جانب رجل آخر وأجابت هي لهذه الخطبة أو وليها، هكذا يحرم عليه على هذا العالم خطبة.
على أي شيء، على خطبة، على ما، على خطبة من جازت خطبته، ما ينبريها على خطبة امرأة أجازت لهذا الرجل خطبته هذه المرأة هي أمه، وإن كرهت ممكن تلك يعني خطبته الأولى هي كانت كراهة، ومع ذلك يحرم للثاني. كيف تكون كراهة؟ ممكن هذا الخاطب فاقد الأهبة والمونة أو به علة وهكذا، وهذا الرجل كان طايقا لكن لو لم يكن قادرا على المونة فيكره النكاح، وهكذا رجل خطبها. فإذا هل يجوز له الخطبة في هذا الرجل الثاني؟ لا يجوز له، لأجل قوله وإن كرهت، ذكر صرح بقوله من جازت خطبته، إلا معناه كان معلوما سابقا، ثم وقد صرح لفظا بإجابته، وهنا ذكر والإجابة له، يعني هذا الرجل عالم بخطبة الغير والإجابة له، ثم يشترط في هذه الإجابة أن يكون أن تكون الإجابة لفظية صريحة، وإلا لا يحرم خطبته على الخطبة. لذلك قال وقد صريح وقد صرح، هذا عالم من قوله والإجابة له، وهذه الإجابة كيف؟ وقد صريح لفظا بإجابته إلا بإذنه له، وهذا حرام إلا بإذنه له، إلا بإذن الغير له للثاني، يعني للخاطب الثاني، لو أذن هذا الرجل الأول من غير خوف، ثم هذا الإذن ينبغي أن يكون بدون خوف، ممكن هذا الأول والخاطب الأول خاف الخاطب الثاني لذلك أذن، فلا يحل ولا حياء، أو يعني هذا الأول استحيا عند الخطبة الثاني من عدم الإذن لذلك أذن، ليس خوف بل حياء، لو كان الإذن لأجل هذين الأمرين لا يحل للثاني خطبتها أو بإعراضه، إما بإذنه يحل أو بإعراضه يحل، بإذنه إلا بإذنه أو بإعراضه، إعراض الأول كيف يكون هذا الإعراض؟ كأن طال الزمن بعد إجابته، طال الزمن بعد إجابته يعني إجابة الخاطب الأول، ومنه يعني من هذا الإعراض سفره البعيد، وهو يسافر سفرا بعيدا، وهذا يعتبر إعراضا عن النكاح، فإذا يجوز لآخر الخطبة لهذه. ثم بعده يعني مسألة أخرى يحتاج إليها عند إجراء الخطبة، هذا الذي يذكر ومن استشير بخاطب أو نحوي عالم يريد الاجتماع به ذكر وجوبا مساويه بصدق بدلا للنصيحة الواجبة، يعني رجل استشير قام بمشورة في أمر خاطب أو مخطوبة، رجل يريد أن يتزوج امرأة فيفتش عن أحوالها ويستفسر أحوالها لمن يعلمها من النساء والرجال وهكذا، وكذلك خاطب الولي وهذه المرأة تستفسر عن هذا عن حال هذا الرجل الخاطب أو نحوي عالم، يريد يعني رجل أن يجعل ابنه تلميذا على عالم، فإذا أولا هو يستفسر عن أحوال هذا العالم كيف علمه كيف تفهيمه يعني تدريسه كل كيف يعني عبادته وغرضه كله يستفسر، فكذلك النحو عالم ممكن هذا يدخل في النحو يعني الشيخ شيوخ يعني الطريقة، مثلا يريد رجل أن يكون مريدا على يد شيخ أولا يستفسر عن أحوال هذا الشيخ هكذا، أو تاجر يريد واحد أن يتعامل مع هذا التاجر فإذا يستفسر أن أحوال هذا التاجر يعني أن حال ماله هل هو حلال أو به شبهة كذا كذا، عندئذ هكذا استشير، لماذا استشير؟ المستشير ماذا يريد؟ يريد الاجتماع به، هذا المستشير يريد الاجتماع بخاطب أو بنحو هذا العالم عندئذ، فإذا لو لم يريد هذا الأمر بل يريد أمرا آخر ليس الاجتماع فلا يجوز هذا الذكر. ذكر من استشير ذكر يعني وجوبا يجب عليه ذكر مساويه، مساوي من؟ مساوي الخاطب
عبد العالمي هكذا عبد التهجري كيف يذكر السيد باسم الغيبة؟ لماذا؟ بدلا من نصيحة الواجبات، يعني هذا ليس من الغيبة المحرمة، بل هذا من النصيحة الواجبة هكذا.